تحية لكم مشاهدينا الكرام. أمام اختبار الإنسانية تسقط كل الذرائع وتتهاوى كل المبررات. مأرب المدينة التي تشهد عدوانا حوثيا وانتهاكات ممنهجة وجرائم مستمرة منذ سنوات كانت بمثابة اختبار لإنسانية العالم والمنظمات الإنسانية. في حلقة الليلة من حديث المساء نقف عند الوضع الإنساني للنازحين من مناطق الحرب القابعين في مخيمات اللجوء والصحاري المقفرة في محافظة مأرب. نناقش أبعاد الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيا الإرهابية وموجة النزوح الجديدة من الجوبة. ونقرأ أيضا موقف المنظمات والمجتمع الدولي ودوره تجاه النازحين. وقبل متابعة التقرير مشاهدينا دعوني أرحب بضيوف حلقة الليلة. ينضم معنا الآن السيد رياض الدبعي الناشط الحقوقي المعروف. نرحب بك سيد رياض. نعم، هل تسمعني سيد رياض؟ أسمعك، مرحبا، أهلا نعم فيك. أرحب بك معنا. وأيضا ينضم معنا عبر الهاتف السيد بشير عمر الناطق باسم الصليب الأحمر في اليمن. نرحب بك سيد بشير. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا جزيلا لانضمامك معنا سيد بشير. وأيضا ينضم معنا السيد عبد الرب جديع مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب. نرحب بك سيد عبد الرب. أهلا وسهلا، شكرا على الإضافة. تحية لك وأشكر انضمامك معي. إذا مشاهدي الكرام قبل بدء في النقاش دعونا نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود لبدء في النقاش. يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، قادتهم أقدار الحرب إلى صحراء مقفرة. ذلك هو حال آلاف النازحين والمهجرين في مأرب الذين أجبروا على ترك منازلهم وقراهم والفرار نحو المجهول، هربا من موت محقق ترسله الميليشيا محمولا على الصواريخ والقذائف. موجة نزوح جديدة لأهالي مديرية الجوبة ومناطق المواجهات والمخيمات المستهدفة بالقصف كمخيم ذنه الذي لم يسلم من إرهاب الميليشيا. ظروف إنسانية صعبة وجهد إغاثي غائب وعجز عن استيعاب أعداد النازحين التي تتضاعف كل يوم مع استمرار قصف الميليشيا الحوثية للقرى والبيوت والتجمعات السكانية، ولا تتوقف شهيتها للقتل عند ذلك، بل تلاحق الفارين من بطشها إلى مخيماتهم التي طالها هي الأخرى القصف والاستهداف، وتلك وحشية وبشاعة لم يشهد لها التاريخ مثيل. يفهم هذا المسن جيدا منطق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المتماهي مع الميليشيا، ومن واقع معاناته المتكررة في النزوح، فقد ترجم ببساطة لغة ومواقف الأمم المتحدة التي يقول أنها كلما صرحت عن سعيها لوقف الحرب والضغط على الحوثيين لوقف التصعيد، فإنها تعني بالضرورة إتاحة فرصة للميليشيا لمواصلة جرائمها حد قوله. نزحنا باسم الظلم هذا. هذا انصار الحوثي يوم ديشهم انصار الشيطان، ما عاد هم انصار له. ونزحونا، وين ما نزحنا هذا النزح الثالث والرابع. والامم المتحده كل ساعه يقولون هم بايسووا، ما سووا شيء. يا بالله كل ما قالوا توقف الحرب يعني زود الحوثي. تجاوزت العلاقة بين الطرفين مسألة التصريحات إلى الدعم العلني للحوثي في معاركه وحروبه الشعواء ضد اليمنيين والأبرياء، وذلك ما أثبتته زيارة ممثل الشؤون الإنسانية إلى اليمن لمديرية العبدية بعد سيطرة الحوثيين عليها وتهجير أهلها وحصارها الذي استمر شهرا كاملا، ليظهر بعدها ممثل الإنسانية السيد غريسلي أبيض البشرة أصفر المواقف بابتسامة عريضة تعكس إنسانية الأمم المتحدة المتشفية بمصير آلاف من المحاصرين والمهجرين وبمعاناتهم.
مساحات وصحار قاحلة غير صالحة للعيش، تفتقر لأبسط الإمكانيات، أصبحت تكتظ بالنازحين الذين تتعامل معهم الأمم المتحدة ومنظماتها كأرقام ضمن عملية حسابية قانونها الأوحد، كلما زاد الرقم زاد معه رصيد الدعم المخصص للنازحين، ذلك الدعم الذي يسمعون عنه في التصريحات ويقرؤونه في التقارير الدولية، ثم لا يصلهم منه سوى فتات لا يكفي لسد رمقهم، إلى جانب قطعات صابون لكل نازح تغسل بها الأمم المتحدة ومنظماتها أو تحاول غسل ذنب المتاجرة بمعاناة ملايين الجوعى والمهجرين. 18,000 نازح وصلوا مؤخراً إلى مخيمات النزوح، ليضافوا إلى سجل 47,000 مدنياً تم تهجيرهم سابقاً بسبب قصف الميليشيا دون ذنب اقترفوه سوى أنهم يمنيين، وتلك بالنسبة للسلالة خطيئة تستوجب الموت. استمرار تصعيد الميليشيا في مأرب وقصفها للقرى والمساكن يعني موجات نزوح جديدة يزداد في ظلها العبء الإنساني، وتبقى حياة آلاف النازحين معها رهن خيارين، إما الموت تجوعا أو قصفا بقذائف وصواريخ الميليشيا، وليس هناك ما هو أكثر مأساوية وإرهابا من مشهد كهذا. إذن تابعنا هذا التقرير، وضع كارثي بكل المقاييس ما يعانيها سكان، وموجات نزوح مستمرة وقصف حوثي بربري أيضا مستمر لهذه المخيمات. أجدد الترحيب بضيوفي سيد رياض الدبعي الناشط الحقوقي المعروف عبر سكايب، وأيضا عبر الهاتف السيد عبد الرب جديع مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب، وكذلك السيد بشير عمر الناطق باسم الصليب الأحمر في اليمن. لو بدأنا بالسيد عبد الرب جديع مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب، كما تابعنا أحد النازحين في التقرير تحدث يعني ليست ربما يعني النزوح الأول أو الثاني أو الثالث بل هو الرابع، فبداية دعني أسألك سيد عبد الرب، يعني ما هي المخيمات التي تعرضت لقصف الميليشيا الذي شهد نزوح بالمئات، يعني آخر الأرقام 65,000 نازح ومهجر خلال شهرين فقط؟ أولا بداية نشكركم على الاستضافة. تحية لك. السؤال حول مخيمات النازحين، هي مخيم دنة، مخيمات دنة حوالي 12,000 أسرة موجودة في مخيمات دنة، عندما قامت ميليشيات الإجرام الحوثية باستهداف منطقة العمود، استهداف منزل الشيخ عبد اللطيف القبلي الذي راح ضحيته 20 بين قتيل وجريح، وثم استهدفت دار الحديث التابع للسلفيين. هذه المنطقة منطقة العمود تقرب بمسافة قريبة من مخيم دانا. مخيم دانا تعرضوا فعلا للنزوح، بعضهم للمرة الثالثة والرابعة والخامسة نزحوا من مواطنهم الأصلية إلى مخيمات أخرى، ثم إلى مخيم آخر، حتى استقروا في مخيم دنا، مخيم الروضة، يسمون مخيمات الروضة. بعد استهدافهم المباشر بالقذائف وجميع أنواع العيارات الهاون والكاتوشة لمنطقة العمود وهم مجاورينها، أدى إلى نزوحهم من مخيمات الروضة. قبل ذلك تم تهجير قسري لمنطقة مديرية الجوبة، قرى خاوية على عروشها لا يوجد فيها شخص واحد. جميعهم نزحوا إلى مأرب. ميليشيات الحوثي هي تشن إبادة جماعية، تطهير عرقي لكل من يعارضها. نلاحظ استهدافهم لمنزل الشيخ عبد اللطيف القبلي، ثم للسلفيين. قبل ذلك استهدفت منزل الشيخ سلطان العرادة، ثم منزل الشيخ علي حسن غريب، ثم منزل الصغير بن عزيز. هي لا تفرق بين كل من يعرضها، هذا بجميع انتماءاتهم وأحزابهم وقبائلهم المختلفة. هي يعني تريد الموت لكل من يقول لها لا.
نعم. إذا من إيش تستخدم تستهدف هذه المخيمات كما تحدثت؟ يعني مخيم دنا وهناك نزوح لآلاف الأسر إلى مخيم الروضة كما تحدثت الآن. هذه الآن ربما المخيمات، لو تحدثنا أكثر عن طبيعتها ربما والاحتياجات، والآن الناس يعني الكثير منهم نزحوا إلى مخيمات أخرى، هل يعني هناك قدرة لاستيعاب هذا الكم الهائل من الأسر المهجرة من قبل هذه الميليشيا؟ كيف يبدو الوضع الإنساني في هذه المخيمات سيد عبد الرب؟ الآن الوضع يعني قبل أيام قبل اليوم هذا كان وضع مأساوي، موضع مأساوي. جميع النازحين في رمال يفترشون التراب ويفتحون السماء، جميعهم انتقلوا إلى المزارع، ومن يجده قريب انتقلوا بعض البيوت تأوي من 10 أسر إلى 12 أسرة. موضع مأساوي جدا، على امتداد خط صافر حتى تم توجيهات اليوم، توجيهات تكريمة من المحافظ سلطان العلاجة حفظه الله. نعم. وجه لجنة الإغاثة، وجه الوحدة التنفيذية، وكل الجهات ذات العلاقة بتوفير جميع الاحتياجات من ايواء وغذاء وماء. ويعني اعتمد 5 مخيمات. نعم. يتم انشائها جديده على حساب وتمويل السلطه المحليه في المحافظه. جميل. دور المنظمات الانسانيه كان ضعيف جدا. يعني لا يفي بالغرض، مع العلم ان كما تعرفوا محافظه مأرب تساوي 2 مليون و200,000 نازح قبل ذلك. نعم. طيب جميل، هذه النقاط جميعها، ابقى معي يا سيد عبد الرب، نقاط مهمة وربما أهمها يعني اعتماد 5 مخيمات جديدة وجه بها اللواء سلطان العرادة محافظ مأرب، وكما تحدث يعني على حساب السلطة المحلية، وإلى الآن ليس هناك تدخلات من قبل المنظمات الدولية في هذا الوضع المأساوي الذي وصفته والكارثي الذي يعانيه هؤلاء المهجرون قسريا من قبل هذه الميليشيا. دعني أنقل هذه النقطة للسيد بشير عمر الناطق باسم الصليب الأحمر في اليمن. يعني الكل ربما نتابع حتى في وسائل الإعلام يتحدثون أو المنظمات الدولية تتحدث عن وضع إنساني كارثي في اليمن، ولكن هناك إن قلنا 0 تدخلات من قبل هذه المنظمات. لماذا سيد بشير حتى اللحظة ليس هناك تدخل بحجم الكارثة في المحافظة؟ أولا شكرا على الاستضافة. طبعا هنالك تدخل من المنظمات الدولية، وأنا هنا أتحدث عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. منذ اندلاع الاشتباكة المسلحة في محافظة مأرب قمنا بتقديم المساعدة لآلاف الأشخاص الذين فروا من مناطق الاقتتال في محافظة مأرب. أيضا قمنا بتزويد المستشفيات الرئيسية في محافظة مأرب، من ضمنها المستشفى العام والمستشفى العسكري في مأرب، وبعض المرافق الصحية التي تديرها جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمواد الطبية والإسعافية الأولية والأطقم الجراحية بالتنسيق مع السلطات المحلية في مأرب. بالنسبة لنا في اللجنة الدولية، نحن نقوم في الوقت الحالي بالتنسيق مع السلطات المختصة في مدينة مأرب. نعم. من أجل القيام بتوزيع كبير يشمل آلاف الأشخاص الذين وصلوا إلى مدينة مأرب. خلال سيتم هذا التوزيع للمواد الغذائية والإيوائية خلال الأيام القليلة القادمة. وماذا عن توفير مخيمات يعني اللاجئين، وأيضا توفير الإمكانات لاستيعابها؟ يعني كما تحدث السيد عبد الرب، يعني على حساب السلطة المحلية تم اعتماد 5 مخيمات، فبالتالي لماذا هذه المنظمات ومن ضمنها لجنة الصليب الأحمر لماذا لا تقيم مثل هكذا مخيمات ويعني تدعمها بالملتزمات الأساسية؟ كما فهمت من كلامك يعني تدعمون مستشفيات داخل محافظة مأرب فقط وتقدمون المساعدة الإنسانية فقط داخل المدينة؟ لا، نحن نقدم في الأماكن التي نستطيع الوصول إلى الأشخاص، إلى هؤلاء الأشخاص أو النازحين الذين فروا من أماكن القتال. نحن نقوم بتقديم الدعم في إطار قدراتنا المالية والبشرية. نعم. لتقديم الدعم اللازم بالتعاون مع السلطات المحلية. نحن في الوقت الحالي نعمل بشكل وثيق كما تحدثت مع السلطات المحلية، ونقوم بتنسيق الاستجابة الإنسانية
إذا ما طلبت السلطات المختصة في مأرب الدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر سوف نقوم بدراسة ذلك وسوف نقوم بتقديم ما نستطيع تقديمه طبقا لما قد تطلبه السلطات المحلية في المدينة في الأيام القادمة. نعم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي متواجدة بحسب حديثك سيد بشير وتقدم دعم في محافظة مأرب ولجميع النازحين. سأعود لك سيد بشير، ابقى معي. نعود السيد رياض الدبعي الناشط الحقوقي المعروف. استمعت لضيوفي ودعني هنا أسألك، يعني مأرب كانت اختبار للإنسانية العالم، كيف تجد يعني هل تفاعل العالم مع هذه الأزمة الإنسانية وموجات النزوح وهذا التهجير القسري للمواطنين وهذا القصف البربري من قبل ميليشيا الحوثي للسكان وأيضا للمخيمات النزوح؟ بداية شكرا لك ولمتابعين يمن شباب. عمليا مدينة مأرب المدينة المحافظة الصابرة والصامدة هي كشفت الوجه الحقيقي للمنظمة الدولية والمنظمة الإنسانية والمنظمة الحقوقية بشكل عام. موجة النزوح التي تشهدها المدينة هي مأساة كبيرة ومأساة حقيقية. رأينا وشاهدنا قبل فترة ماذا عمل الحوثيين بمديرية العبدية عندما حاصروها 25 يوما، منعوا عليها الغذاء، منعوا عليها الدواء، منعوا فتح ممرات آمنة للنساء والأطفال. وبالتالي رأينا هناك صمت أممي، رأينا صمت من المنظمات الدولية بأنها لم تصدر بيانات مناشدات أو بيانات عاجلة للمنظمة الدولية للضغط على الحوثيين من أجل فك الحصار على المدينة. سمعت متحدث الصليب الأحمر، والصليب الأحمر نكاد نقول بأنها المنظمة الاستثنائية التي تعمل مع كل النازحين وفي كل المناطق وفي كل المدن، لكن بقية المنظمات هي لم تقوم بواجبها الحقيقي، لم تقوم بواجبها العملي، إضافة إلى أنه آلية الأمم المتحدة أيضا لم تقوم بواجبها مثل المقرر الخاص المعني بالمشردين داخليا. النزوح سيستمر هذا طالما والحوثي مستمر في الهجوم العسكري ومحاولة اقتحام مدينة مأرب، وبالتالي هناك ضعف شديد من المنظمة الدولية في تلبية مستلزمات أو نقول تقديم المعونات للنازحين. رأينا بأن هناك منظمات يعني مدعومة من قبل دول خليجية مثل الكويت ومركز الملك سلمان كانت هي السباقة وكانت هي تبادر في تقديم المساعدات. هناك الكثير من البيروقراطية في التعامل داخل المنظمات الدولية، تحتاج إلى وقت تستطيع الوصول إلى الأماكن. عادة المنظمات الدولية هي تأتي بعد الكارثة ولا تأتي قبل الكارثة. رأينا في مسألة العبدية كيف حضر منسق الشؤون الإنسانية بعدما الحوثيون سيطروا على المدينة بعد حصار دام 25 يوما، لكنها لم تطلق بيان واحد أو بيان مناشدة أو بيان عاجل لفك الحصار. وبالتالي تأتي المنظمات الأممية دائما في الوقت عندما يسيطر عليها الحوثيين. مسألة أن النازحين والمهجرين هم دائما يأتوا من المناطق التي سيطر عليها الحوثي، وهذا دليل قاطع بأن هؤلاء الأشخاص لا يرغبون في تواجد الحوثي في مناطقهم. نعم، يعني أفهم من كلامك يعني حتى يعني التدخلات لم تكن بالمستوى مستوى ربما أيضا يعني حجم الكارثة حتى اللحظة. طيب الآن لا يمكن وقف هذه الجرائم واستهداف المخيمات من قبل هذه الميليشيا، لا يعني يمكن التحرك ربما يعني حتى خارجيا والناشطين ربما وكذلك من ينشطون في هذا الجانب لإخبار العالم عن حجم الكارثة ربما وما تقوم به الميليشيا من استهداف للسكان، يعني استهداف أيضا المدن وتهجير قصري. ليش كما تحدث أيضا أحد النازحين في التقرير ليست موجة نزوح أولى أو ثانية أو ثالثة، هي رابعة وخامسة وسادسة، فبالتالي ألا يمكن ربما يعني إنشاء اللوبي للضغط على هذه الميليشيا لكي تردعها؟ أعتقد أنه من وجهة نظري من المجتمع المدني والناشطين والناشطات والصحفيين والإعلام بشكل عام قام بواجبه، الصوت مسموع والصوت وصل للمنظمات الدولية، وصل لصناع القرار، وصل إلى للدول الغربية وأمريكا، لكن يبقى
بأن هناك في ازدواجية في التعامل، وهناك في ازدواجية مثلا في مكان يخص ملف الحديدة وملف مأرب، وبالتالي هنا تبقى الكرة الآن وتبقى الكرة في يد الحكومة اليمنية. يبان الجيش اليمني بأن يتحول من مسألة الدفاع إلى الهجوم. لا يمكن لمنظمات دولية أو لا يمكن لمجرد بيانات إدانة سواء تصدر من الأمريكان أو تصدر من الأوروبيين والمنظمات الدولية بأن توقف الهجوم الحوثي. الذي سيوقف الهجوم الحوثي هو بأن يكون هناك هجوم عسكري من قبل الجيش اليمني. يجب أن يتقدم الجيش اليمني ويجب أن يحرر وأن يستعيد المناطق التي سيطر عليها الحوثي مؤخرا وفك الحصار على هذه المناطق. المنظمة الدولية هي تعلم بأن الحوثي متعنت وأن الحوثي يرفض السلام، بأن الحوثي يهجر المدنيين بأنه يقتلهم ويقنصهم، لكن الحوثي لا يمكن يخضع للاستسلام، لا يخضع للسلام، لا يمكن يدخل في عملية سياسية لوقف هذه الحرب. الكرة الآن في ملعب الحكومة اليمنية وهي من تستطيع إيقاف الحوثي وليس المنظمة الدولية. المنظمة الدولية تشتغل بازدواجية. رأينا كيف كان صوت المنظمة الدولية مسموع عندما قررت الحكومة والتحالف العربي تحرير مدينة الحديدة، ورأينا بأن الناشطين كتبوا مقالات في العربية والإنجليزية عن التكلفة البشرية في حال تم تحرير المدينة. هؤلاء الأصوات الآن تسكت، هؤلاء الآن تصمت، والحوثي على أبواب مأرب، والحوثي كل يوم يحاول يقتحم المدينة وأن يقتل الناس وأن يهجرهم ويطلق الصواريخ والقذائف الهون، وبالتالي هناك ازدواج حتى على مستوى الناشطين المحليين وغير المنظمات الدولية. الكرة الآن في ملعب الحكومة اليمنية وهي من تستطيع إيقاف هذا الهجوم. نعم، إذا الكرة بملعب الحكومة اليمنية، وكما تحدث سيد رياض يعني العالم كله يعلم بحجم الكارثة في محافظة مأرب، ولكن هناك ازدواجية في التعامل مع هذا الوضع الإنساني الكارثي في البلاد. سأعود لك سيد رياض، ابقى معي. لو أعود السيد عبد الرب جديع مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب، ما هي جهود السلطة المحلية؟ يعني تابعنا أن الوكيل عبد الرب مفتاح في عدن يناقش أيضا مع مدير مكتب اليونيسف الأوضاع الإنسانية وأيضا احتياجات المحافظة. ما دوركم أنتم في التشبيك مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وغيرها لإيصال يعني صوتكم وكذلك يعني إيصال احتياجاتكم واحتياجات المحافظة وهذه المخيمات من مساعدات إنسانية وغيرها؟ نعم، تم اللقاء مع الدكتور مفتاح مع بعض المنظمات الدولية، ويعني وعدت بتقديم الإقافة ووعدت أوعاد كثيرة، لكن الآن لم تحقق أي أوعاد منها. الدكتور عبد الرب مفتاح التقى بممثلين المنظمات، كلهم أبدوا استعدادهم بأن يعني يساعدوا في ما يحتاجه النازحون في مأرب، وتقديم الغذاء والدواء والمواد الإيواء. نحن ننتظر ونعمل منهم أن يوفوا بوعودهم ويقوموا بواجبهم الإنساني والأخلاقي الذي تفرض عليهم المواثيق والاتفاقيات الدولية. نحن نطالبهم يعني بقيامهم بواجبهم الإنساني والأخلاقي، هذا ليس منهم، وهم يتلقون دعم دولي تبرعات للإنسان اليمني. الإنسان اليمني لا يختلف عن الإنسان في أي مكان آخر. نحن لا نعرف كم يحتاج فاتورة حتى يضيف المجتمع الدولي معنا في مأرب، كم يحتاجون من قتل المدنيين، كم يحتاجون من عدد النازحين، كم يحتاجون من تهجير قسري. يعني النازحين في محافظة مأرب أغلبهم من محافظات أخرى، هربوا من ضبط الميليشيات الحوثية ولجأوا إلى مأرب ليكون مكان آمن لهم ويستقروا فيه. الميليشيات الحوثية تلاحقهم إلى مأرب، المجتمع الدولي صامت. نعم، يعني نحن يعني المجتمع الدولي صامت كما تحدث. طيب عندما تلتقي قيادات السلطة المحلية مع يعني ممثلين منظمات الأمم المتحدة، يعني ماذا يكون دورهم أو ربما ردهم أيضا على هذه الاحتياجات وعلى هذا الوضع الإنساني؟ هل يتفاعلون مع الوضع أو ماذا؟ هم يبدوا استعدادهم، لكن الفجوة كبيرة بين ما يحتاجه النازحون وما تقدمته في المنظمات. نحن لا ننكر دعمها وما تقدمها من دعم ومعونات، لكن الفجوة كبيرة بين الاحتياج ما يحتاجه النازحون الآن وما تقدمه تلك المنظمات. نحن نحتاج
السلطة المحلية تبذل ما في وسعها الاحتواء وتقديم الاحتياجات الأساسية للنازحين. نحن نعمل من تلك المنظمات أن تقوم بمساعدة السلطة المحلية في المأرب وتغطي تلك الفجوة الكبيرة التي تظهر الآن. يعني ما يحتاجه النازحون يعني حوالي 70% متواجد 30% و 20% من المتطلبات. المتبقي 70% تحتاج إلى دعم كل المنظمات وتوجهها نحو مأرب بحيث يوجد الأغلبية من النازحين في الجمهورية اليمنية بشكل عام. نعم. إذا كما تحدث يعني فجوة كبيرة بين هذه الاحتياجات وتدخلات هذه المنظمات. سأنقل هذه النقطة بعد الفاصل للسيد بشير عمر الناطق باسم الصليب الأحمر في اليمن، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. نرحب بكم مجددا مشاهدي الكرام، مستمر معكم في حديث المساء. نتحدث عن الوضع الإنساني الكارثي في محافظة مأرب، خصوصا في مخيمات النزوح وهذا القصف الحوثي المستمر وأيضا النزوح المستمر في المحافظة. بمعية ضيوف السيد رياض الدبعي الناشط الحقوقي عبر سكايب، وعبر الهاتف السيد عبد الرب مجديع مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب، وكذلك السيد بشير عمر الناطق باسم الصليب الأحمر في اليمن. والآن ينضم معنا السيد عبد الحكيم القيسي مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة مأرب. نرحب بك سيد عبد الحكيم، مساء الخير سيدي. هل تسمعني سيد عبد الحكيم؟ طيب إلى حين. أنا معكم. نعم، تحية لك سيد عبد الحكيم، أشكر انضمامك معنا. إذا نتحدث عن الوضع الإنساني في محافظة مأرب وكذلك مخيمات النزوح، لو تطلعنا على هذا الوضع وكيف ربما يعني طبيعة أيضا التدخلات حتى اللحظة. يعني كان معنا السيد عبد الرب جديع يتحدث قبل الفاصل، هناك فجوة ما بين الاحتياجات الكبيرة لهذه المخيمات النزوح وبين أيضا التدخلات الإنسانية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة. سيد عبد الحكيم. نعم. تحية لك، تفضل. هل تسمعني؟ أقول نشكر قناة شباب اليمن على إطلاع العالم على الوضع الإنساني في محافظة مأرب. وكما يعلم الكثير أن محافظة مأرب تعرضت في هذه الأثناء على هجمة شرسة من الحوثي أدى إلى تهجير 8400 أسرة. نعم. هجروا قطرا من مديرية الجوبة وصرواح وجبل مراد والعبدي وحريب. هذه الأسر يبلغ أفرادها أكثر من 58,000 فرد نزحوا. نعم. إلى مديرية مأرب والوادي ومديرية المدينة، وكذلك بعضهم هاجر إلى السيئون. لم يحصلوا على المأوى ولا على الآن. أكثر الأسر هذه في العراء نتيجة لعدم تمكن أو حصولهم على ما يحتاجونه من المواد اللوائية
السكن. الأسر هذه التي هجرت اليوم تتعرض للحر الشمس والبرد. حقيقة في تجاوز كبير من المنظمات الدولية. السلطة المحلية في محافظة مأرب قامت بدور تشكر عليه برغم إمكانياتها البسيطة، لكنها قامت بمجهودها البسيط لتغطية بعض احتياجات هذه الأسر. نعم، يعني نحن طبعا نشكر السلطة المحلية وجهودها الكبيرة، يعني كما تحدثت يعني رغم حجم الكارثة ولكن هي متواجدة وبحدود الممكن يعني تقدم هذا الدعم للنازحين. ابقى معي سيد عبد الحكيم. سيد بشير عمر، يعني هناك أسر كما تحدث السيد عبد الحكيم في العراء حتى اللحظة، ويعني هناك طبعا جهود مشكورة من قبل السلطة المحلية وأيضا من قبل المحافظ، ولكن كما تحدث السيد عبد ربه يعني فجوة كبيرة بين هذه الاحتياجات وبين يعني هذه الكارثة واحتياجات هؤلاء النازحين، فأين التدخلات يعني حتى اللحظة؟ عزيزتي، نحن حقيقة افتتحنا مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة بداية هذا العام بالتنسيق مع السلطات المعنية في المحافظة. نحن لدينا حوار مستمر مع السلطات المحلية في محافظة مأرب، وذلك من أجل تنسيق أوجه الدعم الذي يمكن تقديمه من طرفنا في هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأشخاص الذين فروا من مناطق الاقتتال في المحافظة. طبعا نحن لا نستطيع الاستجابة للعدد أو الكم الكبير من النازحين الذين فروا من المناطق التي تشهد أعمال قتالية. طبعا يجب على الجميع فهم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس من مهامها الأساسي إيقاف العمليات القتالية في المحافظة. إيقاف العمليات القتالية يجب أن يقوم به الأطراف المقتتلة في المنطقة. منذ اندلاع نزاع العمليات القتالية في المحافظة طالبنا وبأكثر من مرة كافة الأطراف المنخرطة في الأعمال القتالية باحترام المدنيين وعدم استهدافهم والسماح لمن أراد بالمغادرة وحماية الأشخاص الذين يرغبون بالبقاء في مناطقهم. موقفنا في اللجنة الدولية لم يتغير. عندما كانت الحديدة تشهد عمليات قتالية طالبنا باحترام القانون الدولي الإنساني واحترام المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والأعيان المدنية. في مأرب طالبنا بنفس الشيء. موقفنا لا يتغير بين منطقة وأخرى، وذلك جليا في كل مواقف اللجنة الدولية الصليب الأحمر منذ اندلاع النزاع المسلح في البلد. كما تحدث، نعم هنالك احتياجات كبيرة بين الأشخاص النازحين وخصوصا الأشخاص النازحين الجدد والذين وصلوا، ونحن في اللجنة الدولية نقوم بتقييم الوضع الإنساني. وكما تحدث نعم يبدو أن فقدنا الاتصال مع السيد بشير عمر، ولكنه يؤكد يعني تواجد الصليب الأحمر في محافظة مأرب ويقدم الدعم وهو يعني متواجد ويقوم أيضا ليقيم حوار أيضا مع السلطة المحلية. هذا بالنسبة لدور الصليب الأحمر وتواجده في محافظة مأرب. نشكر السيد بشير عمر الناطق باسم الصليب الأحمر في اليمن على تواجده وكل ما يعني ذكره من معلومات. سيد رياض الدبعي، تحدثنا هناك ازدواجية بالنسبة للمعايير لهذه المنظمات التابعة للأمم المتحدة مع يعني تعاطيها مع الملف الإنساني وما يحدث أيضا الآن في محافظة مأرب. يعني الكثير من يعني اليمنيون يعني يرى أن يتم طرد هذه المنظمات من اليمن نتيجة لهذا التعاطي الغير ربما أخلاقي مع الأزمة الإنسانية. هل باعتقادك يعني هذا سيكون وارد ربما؟ هل سيؤثر سلبا أو إيجابا؟ أولا، مسألة الطرد والإبقاء هذه حدثت مع الحكومة اليمنية في عام 2016 عندما قررت الحكومة اليمنية طرد جورج أبو الزلف الذي كان يعمل ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. حينها قررت الحكومة بأنه غير مرغوب فيه. يعني خلال ساعات أسفت الأمم المتحدة لهذا القرار وقامت بتغيير الشخص، وبالتالي هنا يأتي دور الحكومة أو يأتي دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لأنه هي الجهة المخولة من قبل الحكومة اليمنية في الحكومة اليمنية لعقد أو إبرام الاتفاقيات مع المنظمات الدولية. دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي من وجهة نظري دور ضعيف، لا يوجد رقابة، لا يوجد هناك تنسيق ما بين المنظمات الدولية والمنظمات ووزارة التخطيط.
إضافة إلى أنه كثير ما نسمع نحن ونتحدث مع بعض الموظفين والأصدقاء في المنظمات الدولية بأن المنظمة الدولية هي تتعاون أو تعمل مع السلطات الأمر الواقع اللي هم الحوثيين بنفس الطريقة التي تتعامل مع الحكومة اليمنية، وبالتالي فقط ما يحدث أنه الحوثيين يفرضوا شروط جائرة على هذه المنظمة الدولية. يعني أنا التقيت خلال شهر مع واحد من الموظفين الدوليين اللي مع واحد من مسؤولين WFP أو الغذاء العالمي، وقال بأن أحد الموظفين الأردنيين التابع لمنظمة الغذاء العالمي تعرض للضرب أو اللطم أو الصفع من قبل قيادي حوثي، وبالتالي هناك ضغوط تمارس على المنظمات الدولية التي تقع في سيطرة الحوثيين. الحوثيين يفرضوا شروطهم، الحوثيين يوجهون هذه المساعدات بالطرق التي تناسبهم، عكس ما يحدث في مناطق سيطرة الحكومة. هناك لا يوجد رقابة تامة، لا يوجد متابعة من قبل الحكومة، لا يوجد متابعة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على لا تقوم بالإشراف على بعض المنظمات الدولية، ناهيك على أنه المنظمات الدولية كلها اللي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الشرعية هي مقرها في العاصمة صنعاء، وبالتالي صعب أن تنقل كل هذه المقرات إلى العاصمة عدن، رغم أنه أيضا مع صعوبة أنه عدم وجود الحكومة ولم تستقر في عدن. نعم. مسألة أنه الخيار الثاني بأنه هذه المنظمة الدولية هي لا تملك القوة لتنفيذ قرارات ولا تعني بإيقاف القتال. يعني حتى في أدبية مجلس حقوق الإنسان يقول مجلس حقوق الإنسان بأنه يمنع استخدام القوة في تطبيق قرارات مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي هي حتى عندما تجتمع مع 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 مع, مع مسؤولي المحافظات، مع الشيخ سلطان عرادة أو مع المسؤولين التنفيذيين في مارب، هي في الأخير تقدم مناشدات، تقدم بيانات، تقدم إحصائيات، هي لا تقدم أكثر من ذلك، وبالتالي صعب بأننا بأن نظل نحن نشحت هذه البيانات وأن نشحن المناشدات العاجلة وأن نشحت استعطاف تعاطف المنظمات الدولية. يجب أن يكون هناك تغيير على واقع الميدان العسكري، يجب بأن يكون هناك مثل ما قلت سابقا بأن تستعد الحكومة اليمنية والجيش اليمني وأن يفرضوا واقع جديد على الأراضي اليمنية، وأن يتم طرد الميليشيات الحوثية من المناطق التي سيطروا عليها. نعم. وأن يتم يعني العمل على إشعال كافة الجبهات حتى يتم تخفيف الضغط عن مارب، وحتى يتم عودة المنزحين. نعم. النازحين والمهجرين والمشردين إلى بلدانهم. أيضا هنا دعوة للحكومة اليمنية أو للمنظمة الدولية بالتحديد المنظمة الدولية بأن تتعامل مع الآليات الدولية وأن تبعث برسالات وخطابات إلى مجلس حقوق الإنسان، وأن تبعث وأن نعم. تشتغل مع المفوض أو مع المقرر الخاص المعني للمشردين داخليا. نعم. لأنه هذا إذا ربما عن كيفية تعاطي الحكومة الشرعية أيضا، ويعني ربما أيضا يعني المسؤولين على هذا الملف ربما في الشرعية وهذا الخلل ربما الذي تحدث عنه السيد رياض، ربما أنقل هذه النقطة للسيد عبد الرب جديع، وأشكر تواجدك معنا وانضمامك السيد رياض الدبعي الناشط الحقوقي المعروف، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. نعود للسيد بشير عمر الذي عاد إلينا ناطق باسم الصليب الأحمر في اليمن. كنت أريد أن أسأل قبل أن ينقطع الاتصال سيد بشير، هناك اتهامات للجنة الصليب الأحمر في محافظة مأرب بأنه يعني اقتصر دوركم على إجلاء الجرحى الحوثيين فقط، أما جرحى الحكومة الشرعية والجيش والمقاومة لم يتم إجلاءهم ولم يتم أيضا تقديم المساعدات والعلاج لهم، كيف ترد على ذلك سيدي؟ حقيقة كما أخبرتك في بداية المقابلة أننا نقوم بتقديم الدعم الطبي المستمر للمشافي الرئيسية في مدينة مأرب، والتي تقوم بعملية علاج الجرحى الذين يأتون عملية الإجلاء في العبدية تحديدا سيد بشير، يعني أنت تتحدث عن تقديم ربما الدعم داخل المدينة، ولكن أحدثك الآن في العبدية تحديدا. حقيقة نحن كما يعني كما أجريت معكم يعني مقابلة في وقت مضى وتحدثت أننا لم نستطع الوصول إلى منطقة العابدية حقيقة كلجنة دولية للصليب الأحمر. نعم. وما تمكننا من القيام به هو ما قمنا بتقديم المساعدة الطبية للمستشفيات الرئيسية والتي كانت تستقبل الجرحى من مناطق
الاقتتال بالتعاون مع يعني انت تقول الان انكم لم تستطيعوا الوصول الى العبديه، ولكن انتم اجليتم يعني جرحى حوثيون، فانت تقول يعني لم تتمكنوا، فبالتالي لا ادري يعني كيف لم تتمكنوا من ذلك. عموما اشكر تواجدك معنا سيد بشير عمر الناطق باسم الصليب الاحمر في اليمن، شكرا جزيلا لانضمامك ولسعة صدرك. لو اعود للسيد عبد الرب جديع مدير مكتب حقوق الانسان، كيف تقيم تعاطي الحكومه الشرعيه مع نعم هل لازال معنا سيد عبد الرب جديع؟ يبدو انه فقدنا الاتصال. عموما ربما انقل هذه النقطه للسيد عبد الحكيم القيسي، هل ما زلت معي سيد عبد الحكيم؟ ايوه بما تحية لك. دعني أختم معك الحلقة فيما يتعلق بتعاطي الحكومة الشرعية مع هذا الجانب، هل هي حاضرة؟ هل هي بنفس يعني لديها المسؤولية حول ما يجري في محافظة مأرب، وروح المسؤولية عالية بربما يعني الحديث عن الوضع الإنساني، وكذلك الالتقاء ربما من أهمية بمكان أن نذكر أن عوض بن مبارك يعني بحث مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الوضع الإنساني في المحافظة، فبالتالي هل هناك دعم سيقدم ربما وانفراجة قادمة سيد عبد الحكيم؟ نتمنى من الحكومة أن تقوم بدورها الإنساني أكثر منه العسكري، أنه إلى الآن لم تقدم أي شيء لمحافظة مأرب الحكومة إلى الآن إلا البيانات أو الشعارات الكلامية فقط، أما أن تقدم شيء ملموس على الواقع فهذا غير موجود ولا شيء، إنما السلطات المحلية في المحافظة هي من تتولى الدعم ومساندة النازحين في هذا الظرف الصعب. وأنا كنت أريد أن أعقب على الأخ صاحب الصليب الأحمر أنه تفضل. يعني كان موقفهم في العبدي موقف سلبي جدا، أنه كنا طلبنا منه أن يجلي الجرحى، الآن نطلب منه بس الآن أن الجرحى الذي أخذوا من المستشفى أو من البيوت واختطفهم جماعة الحوثي، هل يمكن أن يطلعنا على وضعهم؟ أين مصيرهم؟ أين مكانهم؟ أين هل تم لهم علاج بالشكل المطلوب أم أنه إلا شعارات؟ يعني يكون الممثل الإنساني يزور العبدية بعد ما حدثت لها الجرم الكبير الذي حدث لها في أثناء الحرب وبعد الحرب من تفتيش البيوت ومن إحراقها ومن عملها، يأتي ليتصور هذا المنسق الإنساني لم يقدم شيء للعبديك. هل قدم شيء؟ إنما كل المناطق التي يجري فيها حرب أو تتهدد نجد أن الغذاء العالمي يقدم المواد الغذائية ثم لا يصرفها إلا بعد أن يجتاح الحوثي المنطقة أو ويبدأ يبادر أن الحوثي قدم لهم. نعم. هذا إذن أنت تؤكد سيد عبد الحكيم القيسي أن يعني تعاطي الصليب الأحمر في العبدية تحديدا لم يكن بمستوى يعني المطلوب منه والمأمول، وكذلك المنظمات الإنسانية التي هي تعمل في مثل هكذا ظروف لم تكن حاضرة في محافظة مأرب وتحديدا في العبدية جراء اشتداد القتال هناك. أشكر تواجدك معنا سيد عبد الحكيم القيسي مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة مأرب، شكرا جزيلا لانضمامك معنا، ونشكر كل انضموا معنا في حلقة الليلة سيد عبد الرب جديع مدير مكتب حقوق الإنسان في اليمن، وسيد بشير عمر الناطق باسم الصليب الأحمر في اليمن، وكذلك السيد رياض الدبعي الناشط الحقوقي كان معنا عبر سكايب. بإذن الله نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.